صافي، بسم الله. السلام عليكم سي حسام، مرحبا بك في برنامج جامعة الإعلام البركاني اللي كيقوم به موقع بركان 49. شكرا. أولا بغينا نعرفوا شكون هو سي محمد الخير. واش محمد الخيري ولا محمد حمزة كيف نطرب؟ محمد حمزة اللي معروف بها محمد حمزة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. محمد والخيري هو ناشط جمعوي إعلامي، ناشط إعلامي بمدينة بركان، من مواليد مدينة وجدة 1981، شهر 6 شهر 7 6/7/1981. المهنة خدام في واحد محل تي بروجي، ومدير جريدة العالم رياضة بريس، لا حتى العالم اونلاين خويا الكيروش، حتى العالم اونلاين عندنا معها علاقة، حتى هي عندنا علاقة، وكان يعني نشارك مع الأخ عبد الصمد فيها، و أمين مال رابطة المواقع الإلكترونية الفرع بركان، أمين مال سابق للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة، هذا الشيء اللي كاين. ماشي مشكل. سي محمد، يعني كيفاش بدا العشق ديالك للكاميرا، يعني التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي يعني بحكم ان عندي واحد عمي صور، كانت من الصغر يعني واحد الهواء، واحد الرغبه انني كنشوف في صور، عندي واحد الرغبه انني حتى انا نبغي يعني باش يعني كيفاش كيدير يصور هذا الشيء، هذا الجهاز واش تاع، وهذا الشغف تربى فيا. ويعني جوايه 2008 2009 شريت لا قبل شويه شريت اول لاباراي ديالي نيميريك، كانوا بداو يدخلوا لاباراي نيميريك دوك الصفارات، من تما انطلقت المسيره. من بعدها شريت وحده كما نقولوا حنايا بروفيسيونال، وانطلق المسيره نتاع التصوير الفوتوغرافي. يعني جوايه 2009 2008 2009 انطلقت يعني المسيره ديالي في التصوير الفوتوغرافي. واش غادي نقول لك، هي جات عن طريق الصدفه، يعني كما يقولوا طحت من السماء للميدان تاع التصوير الرياضي. السبب واحد النهار يعني ما كانتش عندي واحد الهوايه تاع التصوير الرياضي، كانت عندي هوايه تصوير يعني مثلا صورت في العراس، صورت في يعني الطبيعه كترشق لي على شي وردات هذيك نصورها. واحد النهار تلاقيت مع واحد الدري غادي كانت عاد بركان في الهوات، يعني موسمين ولا ثلاث مواسم قبل ما تطلع للقسم الثاني، تلاقيت معاه غادي قال لك اودي فوالا راني غادي نتفرج غادي نتفرج واش تمشي. مشينا، كانت عندي لاباري وعندي يعني شي تصور غير واحد لاباري يعني كما نقول غير تاع سلك نتاع في الهوات. كان عاد الملعب ديال الملعب البلدي في بركان كان مازال ما يتبنى، صورت ماشي تصور في الغيس، كنا عاد شحال مخطره يعني غير نديروها ضحك نصورها ونقول لهم المسابقه العالميه للتزحلق على الحريوت، تزحلق على الغيس، هذا ماشي ملعب ديال الكره، يعني غير في اطار الضحك. ويعني وباش دخلت لهذا يعني دخلت للتصوير الرياضي يعني باش بقيت بسبب تاع الفيسبوك، كاينين اخوان يعني كانوا خارج المغرب من صور لونسي شي تصويره يكون تفاعل معها، هما اللي شجعوني يعني بقاو قال لك اودي فوالا بقات تمشي تصور وكذا. وصافي من تما خديت انطلقت المسيره نتاع انني بقيت ندخل نصور في رياضة بريس. إلا بغينا نهضروا عليها لأن رياضة بريس الولادة ديالها كانت في 2013 على ما إلى ما خدتنيش الذاكرة ديالي، 2013 في شهر 8. ولكن من قبلها يعني كاين نقدر نقول أن فوالا نقدر نقول بأن رياضة بريس هي جات كتتمة لواحد المسار من واحد الصفحة اللي كانت عندنا واحد الجروب كانت عندنا في الفيسبوك اللي هي بركان في قلبي اللي تحولت لبركان سبور. من بعدها كان عندي واحد المدونه في درتها في 2009 ارس بركان بوم بلوك سبوت بوان كوم اللي انا عاد باقيه ما بلعتهاش، يعني بخليتها غير بحال الارشيف هكاك انطلقت. وكاين تشجيعات نتاع بعض الاخوان اللي قال لك من لا يشكر الله الناس لا يشكر الله، انا يعني نقول صراحه واحد الاخ كان عنده واحد الفضل عليا انه هو اللي شجعني باش انني نحول من بلوغر لموقع
اللي هو محسن قضاد، لانه ساعدني باش بنيت الموقع، هو بنى لي الموقع تطوعا منه، انا خلصت يعني لي بيرجومون لو نون دومين وصافي. يعني 2013 انطلق رياضه بريس، ورحنا غاديين معاها كما يقولوا باللغه نتاع اليوم دوكا دوكا حطت. هو يعني كاضافه يعني في 2015 قننتها، اصبحت جريده قانونيه، جريده يعني معترف بها، عندها وصل ايداع قانوني، مرقمه في المكتبه الوطنيه، عند الترقيم تاع المكتبه الوطنيه، وان شاء الله يعني ربما علاش لا حتى هي تولي يعني نحولوها لجريده ورقيه، ولا ما من هنا ما عرفتش واش مخبي لنا المستقبل. بالنسبة لي أنا يعني مش غادي نقول لك لا، يعني نقول لك راه كاين متطفلين. أنا بذاتي لأن كيما يقولوا أنا نقدر نقول لك أنا بذاتي أنني بحال متطفل، لأن علاش دخلت عن طريق ماشي واحد الدراسة ولا عن طريق يعني واحد المواكبة اللي كانت، يعني لأن الأغلبية نتاع باش تكون صحفي رياضي خصك يعني يكون تخصص، تكون قراية، تكون كذا. حنا الأغلبية ديالنا هواية نتاع التصوير الرياضي، شد لاباري ادخل صور في الماتش، راني وليت صحفي. أنا لا أعتبر نفسي صحفيا، أقولها شحال من خطرة كنقولها للإخوان، أنا لا أعتبر نفسي صحفيا، أنا مدون مصور، مصور هاوي، لست بمحترف. أنا ناقل خبر، ولكن باش صحفي ماشي صحفي. انا ارى ان الاعلام الرياضي في مدينه بركان خصو بزاف، لان الاعلام الرياضي ماشي المهمه ديالو انك تنقل الخبر فقط، لان احنا كنا نشوفوا الاعلام الرياضي واحد الوقيته كان يطبل كان يطبل لنهضه بركان لكره القدم. غادي نضرك نجيو نهضروا، كان يطبل لنهضه بركان التصرف، يعني واخا حتى الا كانت شي من عند الرئيس ولا كيشوفوا اخطاء ولكن كيتغاضوا عليها، ولكن من بالتعبير ديالنا ان فوا قطعوا عليهم البزوله ولاو كيسبوا ولاو يدوروا على الاخطاء. فين كنتم من كانت الاخطاء؟ اخطاء بالجمله. انا نشوف بان الاعلام الرياضي في مدينه بركان ما زال هاويا، ما زال عاد في طور الهوايه، لان الاغلبيه ان لم نقل الكل باش ما يكونش التعميم، الاغلبيه متطفلين على المجال تاع الاعلام الرياضي. مني وطلع باش نكونوا يعني نكونوا صراحه، هذه وجهه النظر ديالي، يقدر يختلف معايا شي واحد، يقدر يعني ما يوافقنيش في الراي، ولكن هذه هي الفكره ديالي. الاغلبيه اغلبيتنا متطفلين على الميدان. كمقترحات لتحسين الجوده ديال الاعلام الرياضي بالمدينه، يعني واش تقطع فيهم كمقترحات؟ لا انا راني قلت لك بيا ها الله يرضي عليك، التكوين اي حاجه كانت خص اي حاجه باش يعني توصل لواحد الجوده، باش تجود، باش يعني تعطي واحد الجوده اللازمه، خصك تكوين تكوين ثم التكوين ثم التكوين. باش غادي نجي هكا نخلط، انا مثلا انا ماشي التخصص ديالي واحد الحاجه اللي ماشي التخصص ديالي ونجي نفتي فيها، انا من التخصص ديالي ماشي الطب ونجي نفتي لك في الطب، واحد التخصص ديالو ماشي هو الاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي هو جزء من الاعلام، راه الاعلام متشعب، كاين اعلام، كاين التقديم، كاين النقد، كاين كتابه المقاله، كاين. الاعلام الرياضي راه حتى هو جزء، راه باش غادي تجي تكتب مقاله رياضيه، مقاله في النقد نتاع الرياضه، مقاله في كيقولوا له، راه يعني خصك بزاف، ماشي غير واحد وقول انا صحفي رياضي، راه الاغلبيه يعني هي الهوايه، ولكن الهوايه يعني كاينه. ولكن خصنا يعني هذه الهوايه وهذا الشغف بالرياضه وبالاعلام الرياضي خصنا ننميوها بالتكوين، وشي تكوين اللي يكون في المستوى، ماشي اي واحد غادي يقول لك نجي ندير لك تكوين. انا نقدر غادي نجي نقول لك ندير لك تكوين، علاش؟ ونجي نعرض عليك البالماريس ديالي، نقول لك اودي فوالا انا درتو عندي ارواح، نعرض عليك دير هكا دير هكا دير هكا، انت صافي وليت صحفي رياضي. خصنا يكون عندنا مثلا، علاش لما لا الانفتاح على الهيئات القائمه حاليا المهتمه بالمجال الاعلام الرياضي، ونديروا معهم شراكات وكذا، ويجيو هنا يبقاو يعطيونا دورات تكوينيه، طريقه كتابه الخبر، طريقه يعني مثلا علاش الحوايج اللي خصهم واحد التكوين مستمر، باش يعني نقولوا باننا رحنا غاديين في الطريق. وانا هذا الشيء ما كنشوفوش كاين في بركان، لان الاغلبيه ما غير ذاك كان عندهم شغف وصافي وانطلق المسير. يعني كيديروا المجهود
مسألة التكوين وهذه غير واش تاوي يمكن حتى المسؤولين كيساعدوك بحكم انك مع رابطة مواقع الكترونية بحكم انك مع النقابة المستقلة الصحفيين المغاربة لا لا كيما قلت يعني حتى المسؤولين ما عاطينش واحد القيمه للاعلام. ويعني واش تا هو يا اما يعني واحد المقوله انت معايا ولا ضدي، معنا او ضدنا، هذا الشيء اللي كاين. يعني درك مثلا حتى حنايا هاد المسؤولين، انا كنوجه هذا عتاب كيتوجه مثلا للمسؤولين نهضه بركان، ماشي غير نهضه بركان، كيتوجه للمسؤولين هذاك المهتمين بالشان الرياضي في المدينه. علاش؟ حتى هما مثلا بحال نهضه بركان لان هي اللي كتقود المسيره ديال الرياضه في اقليم بركان وفي الجهه الشرقيه. علاش مثلا نهضه بركان ما تجمعش المهتمين سواء مصورين سواء مدراء مواقع سواء صحفيين سواء كتاب راي، تجمعهم وتجيب لنا حتى حنايا مثلا نجيب اعلاميين اللي متمكنين مثلا بحال، وتكون عندها واحد الشراكه، تكون عندها واحد الشراكه مع الجمعيات القائمه في بركان، رابطه المواقع الالكترونيه، النقابه المستقله للصحفي المغاربه، ودير لنا واحد، جبنا يعني اطر ديال بصح اللي يكونوا نبداو يكونوا فينا، يكونوا لنا ويعطيونا يعني باش يكون واحد الرقي لمجال الاعلام الرياضي في الاقليم. راه ماشي من السهل، لان دروك الا جينا نشوفوا حنا كنخدموا في واحد الدومين اللي يعني ماشي واحد الدومين عالي علينا، خصو ماديا، هذه اولا خصو ماديا، لان مثلا بحال خصك ليبرجومون، هذه اول حاجه ليبرجومون نون دومين، خصك ها الله يرضي عليك، انت ادرى يعني لا كرياسيون ديال السيت نتاع المانتونونس ديال السيت، راه خصك دائما خصك واحد الموارد ماليه. وحنا الاغلبيه ديالنا، قلت لك حنا الاغلبيه ديالنا ان لم نقل كلنا، قليل يعني كاين اللي يعني ولاد الدومين نتاع هذا تاع البرمجه وكذا هما اللي، ولكن الاغلبيه ديالنا ما عندناش واحد التكوين مستمر. انا بذاتي عن نفسي من نحصل كنعيط لك، شحال من خطره كنعيط لك، راه طاح لي السيت، راه وقع لي مشكل، راه كذا، يعني هذا هو المشكل. يعني حتى المهتمين بالمجال، ما انا كنشوف وجهه نظر هذه، كنشوف بان الاغلبيه ما مهتمينش، ما عطينش واحد القيمه. يعني علاش قلت لك قبيله التكوين ثم التكوين؟ راه هذاك كيقولوا له هذاك في الالكترونيك، انت في الالكترونيك راه حتى التكوين خص يكون في الالكترونيك. يعني نورمالمون خصنا نديروا دورات تكوينيه، فواش تا كي ندير نبروغرامي مثلا بحال البروغراماسيون تاع البروغراماسيون، كي ندير مثلا الا وقع لي غير مشكله طاح لي السيت واحد الليله، كي ندير نوقفه، المهم بعدا خصني نديباني راسي. حنا الاغلبيه كطيح التليفون، وي خويا فين راك وكذا، هذا هو المشكل. واش الكثره من حيث الكم ولا من حيث الكي؟ من النوع، الكم كاين، الكم كاين، النوع ما كاينش في اقليم بركان، النوع ما كاينش الا درنا واحد الاستثناءات بدون انني نسمي، هادو هما اللي عندهم واحد القيمه. اما الاغلبيه اجترار، كيجطروا، هذا هو المشكل ديالنا. بيا وطلع، ما غاديش نقول اودي بنادم يقول لك اودي راه يهضر عليهم، وحنا بيا وطلع كوبي كولي لصق، هذا اللي كاين. والخبر، وانا نقول لك يعني الاغلبيه كاين الخبر تاع الاثاره، واحد انتحر، واحد بغى ينتحر، واحد شرب، واحد كذا، وكانوا وقعوا في اخطاء بزاف تاع المواقع تاع الاخواني، وقعوا في اخطاء، لان خص يكون عندك واحد الوازع اخلاقي من تبغي تنشر واحد الخبر، خص يكون عندك واحد الوازع اخلاقي، راه ماشي اي شيء يوقع يتنشر. يكون عندك مثلا شحال من خطره توقع حاله انتحار، بحال المره الفايته، السيمانه الفايته، ولا هذه 15 يوم، بنت انتحرت منها اللي خلقها، غاديش حنا ربما ما عرفناش واش عندها وكذا. ولكن باش تجي انت كاعلامي كتقول انني اعلامي وتنشر ذاك الصوره ديالها هكاك، راه خطا فادح هذا، راعي
بنادم خصك تقول يكون عندك واحد الوازع اخلاقي راعي للعائله ديالها، راعي للوالدين ديالها، راعي بنادم راه شلع حوايج وتاكد من الخبر. علاش يعني حنا عندنا الكم نتاع المواقع راه غير اللي تلفت له هذاك المواقع راه غاديه وتكثر، ولكن النوعيه هي اللي ما نظنش ان كاين واحد من بعض الاستثناءات، باش ما نعموش بزاف من بعض الاستثناءات راه ما كانش شي نوع اللي انا توجه رياضي. الحمد لله المساعده الدعم المالي غير هو راه تعرف ولا انا راه هذاك راه اللوطره اللي جيت فيها راه هي شرتها لي نهضه البركان. اش من دعم؟ ما كان والو. احنا المشكله انهم كينظروا لنا واحد النظره نتاع استعلاء، ومعايا وضي معايا خصك تصفق ليه. والمشكل واخا تلف مجال الرياضي، واخا تلف مجال الرياضي، معايا ولا ضدي؟ معانا ولا مع غانا؟ هذا الشيء اللي كاين بهذا المنظور اللي كنشوف انا. يعني من واحد التجربه، من عن التجربه كنهضر لك، لا من بزاف اللي كيعني كيعاتبونا على اننا يعني قال لك لا ما كتواكبوش كرة اليد، ما كتواكبوش كرة السلة، ما كتواكبوش كذا، متبعين غير كتهمشوا الرياضات وكذا. انا نقول لك احنا من كانت نهضة بركان كرة اليد في الاوج ديالها يقول لك كنتوا كلشي متبعينها، فعلا كنا كلشي متبعينها، مشات طاحت. ما الخطأ ديال من؟ الخطأ ديال فريق نهضة بركان. علاش؟ لأنهم من كانوا يوقعوا في شي مشكل كيجي يجري عندي، كيجي يجري عندنا، يعيطوا لنا رواحوا الصحافة نوقفوا مع الفريق وديروا. مين يمشي له ذاك المشكل؟ ما يعيطلكش، ما يعطيكش، ما يدير، أنت ما تكونش أجور. أنا كان عندي التليفونات، كانوا يعطوني التليفونات، نعيط له ويا السي فلان واش كاين شي حاجه؟ لا ما كان والو، يقطع عليه ولا ما يجاوبكش ولا راك تما. يعني ومين تكون عنده مشكله يقول لك رواح، ومين ما يسالي ديك المشكله كيعيطوا المواقع بعينها رواح، يعطي له الخبر، تلقى الرئيس يصيفط له خبر تحت الدف هذاك كذا باش يقول لي السبق الصحفي يكذب عليك الكاذب. حنا في بركان ما عندناش مساله السبق الصحفي، والله ما كاين السبق الصحفي، انك تجيب الخبر ماشي من واحد من المكتب وكذا. السبق الصحفي انك تجيب واحد الخبر اللي ما كاينش، اما انك يقولوا له غادي تقول لا ودي انا راه المدرب الفريق، اعتذر الفريق راه يتفاوض مع المدرب الفلاني وراه يدرب مع هذاك، راه شي مخطرات، راه اخبار كتلونسا، راه اصلا الفريق هو اللي كيلونسي لك ذاك الخبر، يرمي لك ذاك الخبر في الطريق ويشوف يدير لك ترمومتر. ولكن السبق الصحفي راه بزاف علينا نوصلوا له حنايا باش يكون عندك سبق صحفي. ما هي انا من وجهه كنشوف ان حنايا الاغلبيه نتاع الخبر اللي يجي يقول لك الواحد هذا راه سبق صحفي حصري عاجل، راه هو جار ماهلك في الطريق باش انت تاخذه كطعم وترميه ويشوف الترمومتر تاع الشارع كي غادي. ماشي نظره سوداويه خويا البكاي، ماشي نظره سوداويه، ماشي كنشوف نظره سوداويه، ولكن الواقع يتحدث عن نفسه، هذا هو اللي كاين. واش من السيناريو اللي تتمناه تمشي على سكه ديال الاعلام الالكتروني سواء الرياضي بالخصوص الرياضي اللي باش تمشي شي سكه الصحيحه ديالي؟ واش من السيناريو هذا مثلا انت كتوقف ديالك يعني كيفاش واش من السيناريو من غير التحويل من غير هذيك توحيد الصفوف راه ما عمرك غادي توحد الناس باش غادي تجيب هذاك كلشي يديرهم نظره واحده، تكون عندهم فكره واحده، راه ما عمرك غادي يستحيل. واخا شوف هي يدك دير غير يدك هكا، الا قدت قد صباعك غادي تقد البشر. عندنا واحد المثل كيقول لك ربي خلقه فرق، هذا الشيء اللي كاين. يعني الاختلاف كتشوفه مضر ولا؟ شوف كاين الاختلاف رحمه، كاين الخلاف وكاين الاختلاف. نقدر نختلف معك في الراي، انت تقول لي يمين انا نقول لك شمال، انت تقول شمال انا نقول لك يمين، نختلف معك في الراي، ولكن حنا عندنا الخلاف، هذا هو المشكل ديالنا. حنا عندنا الخلاف، وعندنا هنا في مدينه بركان وخصوصا الاعلام تاع بركان عندنا واحد التشرذم، وكل واحد كينظر للاخر من وجهه من نتاع الاستاذيه. انا رقم واحد، انا رقم 19، انا رقم 20، انا رقم 40، انا هو الطوب،
ما كانش شي حاجه سميتها الطب ولا سميتها كيقولوا له. هذا هذه هي الاشكاليه ديالنا حنايا. ويعني كما قلت نتايا ما نعرفت صافي. باش غادي نقول لك اخويا البكاي، نورمالمون خص هاد الجرائد الورقيه هي اللي كتصل بك، لانك انت كتقدم واحد المحتوى اللي يعني مثلا غير في الصور. نقول لك واحد الحاجه، انا تلاقيت صور ديالي، صور حصريه ديالي انا، والله واحد ما عنده، تلاقيتها في جرائد ورقيه وطنيه من قيمه الاخبار، المساء، اخبار اليوم. لا نذكره، نذكر لك الجرائد، ما يذكر لكش الاسم ديالك نتايا، ما يذكر لكش الاسم ديالك انت، ما مصاحب الصوره ما يتذكرولكش. تلاقيت صور ديالي، ومثلا كنت عاد غير في المدونه، كانت عندي المدونه، خايد الصور من تما، خايد الصور من تما ودايرها في الجورنال ديالو، دات تصويره من عندي ودايرها في الجورنال ديالو. الا بغيت تعرف صاحب المدونه تكتب له كومونتير، صاحب المدونه غادي يوصل كومونتير يتصل بك. ما كاينش، بالعكس تلاقيت انا فيديوهات ديالي، فيديو ديالي صورته مع فوزي القجع قبل ما يطلع الرئيس الجامعه، صورنا في لوفيس في الجمع العام، خذته دوزام بدون ذكر المصدر. هذا هو المشكل. يعني نورمالمون انا كنقدم واحد المنتوج في الصوره، يعني نورمالمون خص هاد الجرائد الوطنيه كتشوف الصوره هي كتجي عندك تقول لك اودي فوالا انا عندي واحد البروبوزيسيون ديالي، نعطيك واحد المقترح، ها واش تها واش تها. ولكن حنا لا ما كاينش، حنا يخلط يقلع في الصوره ويحطها، وراك راك 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 واقعين فيها. بنادم يخلط يقص لك الصوره ويلوحها في الموقع ديالو، ويلوحها كيقول له بدون ذكر المصدر. ما عنديش مشكله، انا هنا تعاملت مع بزاف تاع المواقع نتاع بركان مثلا، على سبيل الذكر لا الحصر، اوريون 24 بركان زوم، عطيت لهم صور ديالي بالاراده ديالي، خلطت بنادم مشيت صورت في بلاصه، خلطت نعطي له لاكارت موا، ماشي مشكله في اطار التعاون وكذا. ولكن حنا مازال ما وصلناش لديك الفكره نتاع ان الجرائد الورقيه تتصل باش تكون يكون واحد التعاون ولا يكون واحد وصلت في الميساج محليا نعتذر باش نجاوب، ما نبكل خاطر حتى لشي واحد محليا، ما نبكل خاطر حتى لشي واحد وطنيين. المثل اللي كنشوفو انايا بدر الدين الادريسي تاع رئيس المنتخب، رئيس التحرير ورئيس الجمعيه المغربيه للصحفيين الرياضيين، هذاك هو المثل، انا هذاك هو اللي كنشوفو، يعني عنده واحد المستوى. نعم ناخذ فرقة إعلامية، بالنسبة لي فرقة إعلامية، خالف تعرف، أنا هكا كنشوف، خالف تعرف، بغض النظر نقد نختلف معاه ونقد نتفق معاه، بعض المرات كنقرا مقالات ديالو نتفق معاه فيهم، يعني كيجيب لك شي حوايج اللي هما، ولكن يعني كثرة ديك تاع كيقولوا له مخطرة ما تعطيش. أنا بالنسبة لي بعض المرات كما يقولوا غير راك تما وصافي، غير كتب جيبها في مو قول. من حقه يعبر على الراي ديالو، احنا في واحد البلد نتاع الديمقراطيه وحقوق الانسان، يعبر على الراي ديالو. هو كيشوف واحد الحاجه اللي يمكن انا ما كنشوفهاش، ويمكن انا نشوف واحد الحاجه اللي هو ما شايفهاش، داكشي اللي كاين. يعني كل واحد من حقه يعبر على الراي ديالو كيبغى، ولكن في واحد الاطار نتاع كيقولوا له نتاع الاحترام، ماشي غادي نخلط انايا يعني نخلط ونكون ماسي غير جيبها في مو قول، هذيك السب والقذف والتجريح لا، هذا من وجهه النظر ديالي التجريح لا. لا ما كانش، الا كاين شي دعم من تحت الطابله وهذيك حاجه اخرى، بصح باش واحد الدعم اوفيسيال يكذب عليك الكاذب، اتحدى. انا من المحاولات القانونيه من يعني انك تقدم عادي منحه استفاده من مثلا اطار الموقع، اطار الموقع اتصلت بعده شركات، اتصلت بعده شركات لي سبونسورينغ، يعني هذه مساله عاديه، انني كنقدم له انا منتوج وهو غادي يقدم لي دعم.
انا باش ما نكذبش عليك، نهضر لك على راسي، انا تقدمت لشركات هنا في بركان يعطيك واحد الدعم اللي انا نشوفه هزيل، لا يساوي المجهود ولا المحتوى اللي غادي تقدموا له وكذا. قررت انني ما نبرزتش راسي وما نتصل حتى بشي واحد. انا هذا بالنسبه لي انا، رغم اننا جريده قانونيه وكذا، ولكن قررت انني ما اتصلت بشركات وتصافي ما نعاونش. شوف شلا ما يتقال، شلا ما يتقال، خلي ذاك الجمل راقد كما قال السي واحد النهار. غادي نكملوا في المرتبة الرابعة ولا الخامسة، خاسر 6 مليار باش تكمل في المرتبة الرابعة ولا الخامسة. الفتح الرباطية ب 4 مليار دات بطولة ولعبت عصبة الأبطال وراها لعبة الاتحاد الإفريقي. احنا 6 مليار وكنلعبوا على المرتبة الرابعة، ويقول لك كنلعبوا من أجل المشاركة، من أجل المشاركة إفريقية. العديد من المحللين الرياضيين، العديد من المحللين الرياضيين في المغرب، ولا انا واحد من المدمنين على راديو مارس، محللين رياضيين كيقول لك نورمالمون بركان ما خصهاش تلعب على المرتبه الثالثه، ولا خصها تلعب على البوديوم، خصها تلعب على المرتبه الاولى. الا ما جابتش اللقب ما تقوليش غادي نبني الفريق. تبني الفريق راه 5 سنين ولا 6 سنين في القسم الاول، راك تلعب بواحد المبلغ اللي خيالي، 6 مليار. انت الفريق الوحيد في المغرب، الفريق الوحيد في المغرب اضافه الى الجيش الملكي وربما الوداد البيضاوي، اللي ما عندهمش مشكله ماديه، ما عندهمش مشكله ماديه. ما عمرنا سمعنا ان فريق نهضه بركان اللعابه ديالو ما بغاوش يلعبوا، اللعابه ديالو داروا اضراب. السيوله الماليه كاينه، ولكن تلعب لي على المراكز 4 و4، راح المرتبه الرابعه، ربما نطيحوا للمرتبه الخامسه، ربما كذا. يعني كاين واحد الخلل، هذا الخلل هذا ماشي كنتسال عليه هنايا فين كاين ولا واش تخص ولا، هذا الخلل خص المسؤولين على الفريق، المسؤولين على الفريق ابتداء من فوزي القجا وجهاود، الرئيس المنتدب ونائب الرئيس وامين المال وجهاود، هادو هما اللي خصهم يبحثوا عن الخلل فين كاين. حنا لان شحال من خطره كتخرج يخرج تشاشي قيسنا تشاش ويقول لك اودي فوالا راه كاين مشكله، اللاعب الفلاني دق مع المدرب، اللاعب الفلاني دق مع حامل الامتحان، اللاعب الفلاني كذا، اللاعب الفلاني كذا، كاين واحد التسيب في الفريق، اللاعب الفلاني داخل بالبيسكليت للتيران، اللاعب الفلاني داير هكا. ما خصنا خص انا هذا يعني من وجهه نظر ديالي، ماشي احنا اللي خصنا نتسالوا عليه، هذا خص يتسال عليه السيد الرئيس اللي خصو يعطي واحد الاهتمام كافي للفريق. علاش؟ باش يحيد هذا التسيب وهذا الاستهتار اللي كان في الفريق. باش انت عندك ميزانيه نتاع 6 مليار اللي كتلعب بها وتلعب من اجل تلعب باش تنشط البطوله، راه لا يعقل هذا، راه لا يعقل. احنا ما عندناش شي تميز، احنا بحالنا بحال يا ايها الناس، بحالنا بحال المواقع الالكترونيه الاخرى، ما نتميزوش بشي حاجه. يعني احنا يا غادي دايرين بواحد انا راني قلتها للاخوان في الاول من درنا الجريده كيعلنا عليها، غاديين معاها كيما بغى الله تكون، الله يجعلو ما نشرح حتى خبر في الجريده. المهم انها مشروع ديالي خاص، المشروع ديالي وديال الاخوان اللي راهم معايا طاقم التحرير. ان حنايا عندنا واحد الفكره انني لا اتدخل في الخط التحريري نتاع اي عضو معانا، باش غادي يصيفط لي المقال، لا ما عجبنيش هذا المقال راك كتهاجم فيه فلان، لا ما ننشروش هذا المقال راك كتهاجم فيه فلان قلت فيها كذا، لا ما ننشروش. انا المقال الا جا عندي فات على يدي نقول لك واحد الحاجه، انا كنخدم بواحد المبدا، المقال الا صيفطوا لي ليا وقريته ما عجبتنيش فيه شي حاجه راه ما ننزلوش، نغير فيه، ما نسبش وما نجرحش. ولكن الا نشروا المعني بالامر، اللي معايا في طاقم التحرير الاخوان اللي معايا ينشروا، راه والله واحد ما يحيدوا، يبقى هك كما تنشر يبقى هك. هذا هو يعني ما نقولش تمييز، ولكن هكا المنطلق اللي كنمشيو عليه حنايا بدينا به غاديين عليه هكا. ونحن لا نتميز، لا ندعي الكمال، الكمال لله، نوقع في اخطاء حتى حنا نديروا السياسه نتاع كوبي كولي حتى حنا كذا، ولكن الكمال لله. هذا الشيء اللي صعوبه ما غاديش نقدروا نواكبوا الجميع، ما غاديش نقدروا نواكبوا. واخا حتى الا غادي دير بركان ما غاديش تقدر تواكب، لان بعض المرات كطيح لك كيقولوا له 4 5 نتاع الانشطه، وانت يا خدام في الساحه هنايا، خدام بوحدك في بركان، انت ولا زوج تاع الناس ولا
وحتى حتى الانديه ومسؤول الفرق ما كيساعدوكش بواحد، يعني ما كيساعدكش كيقولوا له. انا يعني من خلال المتابعه ديالي كاين فرق في المغرب اللي انها عندها مصور خاص، ياك ذاك المصور انه يصور في الماتش، وان ميم طون كيف كي يبوبلي التصاور في فيسبوك في الصفحه الرسميه تاع الفريق، فيديوهات الندوه الصحفيه. معلاش بحال يقول لك اودي فوالا هاك هاد التصاور ولونسيهم لونسي. حنا لا، حنا كيدير لك التصويره ويعمرها لك بالاعلانات وكذا، تصبح مجبر انك دير اعلان للشركاء نتاع الفريق بزمنك. انا غير مجبر انني ندير الاعلان تاع الشركاء تاع الفريق التصويره، انا نقدر صيفط لك التصويره دير لي فيها السميه نتاع الفريق نتفق معك، بصح باش تبقى دير لي الاعلانات وكذا ما. ويعني حنا التسميه اللي مثلا تاع رياضه بريس، من ضمن رياضه بريس جات اعتباطا، حنا كنا باغيين نديرو بركان. انا اول اسم خدمت عليه في مجال الصحافه في الاعلام الرياضي، ماشي الصحافه الرياضيه، نقل الخبر الرياضي، ارس بركان. كنت باغي نشري ارس بركان بوان كوم، شراوها بعض الاخوان، شراوها من بعدها تحولت لبركان سبور، شراوها بوان كوم شراوها. دونك ما بقاش عندي واحد اي حاجه نتاع بركان، من نجي ندير بركان تلاقيت ما كاينش. درنا رياضه بريس، عطاتنا التسميه اللي عطاتنا، مشينا عليها. كان واكبوا حسب المستطاع وحسب الامكانيات المتاحه وحسب الامكانيات الماديه اللي عندنا، كان عندنا شي حاجه نقدروا نديروها، ما كانش عندنا ما نقدروش نديروها. غاديين يعني كيما يقولوا راه حنا غاديين، قدينا نلونسيو شي حاجه ونديروا واحد التمييز راه حنا نديروه، نخلقوا واحد التمييز راه حنا غادي نخلقوه. ما قديناش راه ما غاديش نقدروا، قال لك فوق طاقتك لا تلام. من غادي تخدم نتايا مثلا ماديا غادي تخدم بزيرو درهم، تشري ماتريال غادي يعني باش غادي تشري ماتريال خصك على الاقل لاباراي على الاقل واحد 4000 ولا 5000 درهم، جهاز الاورديناتور خصك كونيكسيون خصك كذا خصك كذا، وانتيا كيما يقولوا بحره باش غادي تعيش، ما كي غادي دير باش غادي تواكب وكذا. يعني حنا كنخدموا في اطار في نطاق المستطاع وفي نطاق اللي نقدروا عليه حنايا، هذا الشيء اللي كانوا ودي اخويا. نقولوا عندنا سبور، عندنا بركان سبور، عندنا رياضه بريس، ثلاثه هادو هما اللي كاينين. نقولوا راح نقوموا بواحد العمل احترافي، ما نبخسوش المجهود تاع الاخوان. راه دوك الا جيت نقول لك ما كاين والو غادي نبخس المجهود تاع الاخوان، هما كيقوموا بواحد المجهود مشكورين عليه واحد المجهود، يعني من وجهه النظر ديالي نشكرهم عليه. ها الله يرضي عليك، باش ما تقولش صحافة، نقل خبر. راني درك راه حنا وصلنا ل درك راه كي كتوصل المعلومة، ما باش غادي تخلق كيقولوا له تبدع راه ما كانش شي إبداع. حنا كي كنقلوا الخبر حنايا جميع المواقع كنقلوا الخبر. كمواطن سمح بالمواطن، نعم، إذا جينا نهضروا على السياسات العامة، غادي نهضروا في مجال الرياضة. كما قلت لك اخويا البكاي، البنيه التحتيه الرياضيه مدينه بركان اللي كتسمح مثلا مدينه وجده راك بلاني على واحد البروجي اللي تسميت القريه الاولمبيه والمركب الكبير يعني مدينه بركان فين راها من هذا الشيء. درنا مثلا الملعب البلدي، شكون يستافد به؟ وفي وسط المدينه يعني شكون يستافد به؟ الملعب البلدي شكون يستافد به؟ السؤال اللي كنطرحوه هنا، شكون كيستافد به ذاك الملعب البلدي؟ هذاك ملعب بلدي، ملك نتاع بلديه بركان، بلديه بركان فوتاتو نهضه بركان، عطاتو التسيير ديالها هو، يعني ولا ملك بحال اللي ولا ملك خاص ديال نهضه بركان. واش جميع الفرق كتستافد منه؟ واش ابناء المدينه كيستافدوا منه؟ ملاعب القرب، غادي نمشيو لملاعب القرب، ملاعب القرب ما كاينش، هما كاينين ولكن كيقولوا له مثلا غادي دير لي ملعب القرب في بوهديله، وباش تلعب خصك تخلص 15000 فرنك في ورطاس. دخلني عليك بالله واحد ولد ورطاس اللي با خدام 7000 فرنك للنهار وباغي يلعب كره، باش غادي يجيب باش غادي يلعب؟ راه هنا اللي كاين كيقولوا له عندنا ملعب تاع التنس. واه نسمع به والله الا كاين، هنا عند البلديه ولكن ديال من هذا هو المشكل. واش عندنا شي نادي تاع التنس؟ واش عندهم شي بالماريس؟ هذا هو المشكل. الا غادي نخلق واحد الحاجه وما كاين والو علاش؟ هذا هو المشكل. علاش غادي دير الملعب تاع التنس وما كانش اللي
في المجموعة كان كاين مدرسة التكوين ديال اللي عندنا في سليمان أكاديمية. أنت يعني البنية التحتية الرياضية بمدينة بركان، يعني واش مستعدة أنها تحتضن المواهب من دينا وتخرج لنا أبطال؟ شوف غادي نقول لك واحد الحاجة، راه ماشي بالضرورة تكون عندك واحد البنية تحتية تاع بصح، باش غادي نقول لك حنايا دير لي البرنابيو ولا دير لي هذاك دير لي الكامب نو ولا دير لي فيسانتي ديال كالديرون هنا في بركان، باش غادي نخلقوا واحد المجموعه نتاع كيقولوا له البرازيل هذاك راك مشيت لافقر الاحياء يخرج لك الجواهر ديال بصح، يخرج لك لعاب من طينط رونالدو رونالدينيو كوتينيو ما نعرف واش. المشكله هذا الفريق اللي هو داير الرياده في الجهه وفي الاقليم، وهاد المسؤولين على الشباب والرياضه وهاد المسؤولين على الشان المحلي واش عندهم واحد الرغبه، واحد الرغبه حقيقيه، رغبه واراده حقيقيه انهم يطوروا المنتوج الرياضي في بركان. ما هو راه ماشي شي كاين تقدر مثلا غادي نجي لك غير واحد كيقولوا له نمشيو معها درجه بدرجه، البرازيل الله يرحمه عبقدر البرازي، منير البرازي، رشيد البرازي، بوصحابه، ميمون عمراوي، الهراس الله يذكره بخير، هاد اللعبه اللي الله يطول في عمرهم، هادو منين خرجوا؟ واش راه تكونوا في اكاديميه محمد السادس ولا تكونوا في الاكاديميه اللي غادي ديرها نهضه بركان ولا؟ راه تكونوا غير في الزنقه. راه كاين اللعبه اللي كان هذاك الشارك في التورنوا تاع رمضان، شافوه قالوا له زيد تلعب. هذا هو المشكل. يعني ما عندناش واحد الرغبه، حنا رحنا دايرين، انا كنشوف الفريق داير التكوين من تلقى نتايا الفرقه كتكون لعابه وكي يوصل باش يعطي من يوصل للاج انه يدخل للفريق الاول يقول له ودي اسمح لي ما كانش بلاصتك روح دبر على راسك، ويمشيو يخرجوا برا ويطلعوا مع فرقه اخرى. المثال هو غير حدا في جيراننا في الاتحاد الاسلامي الوجدي، سته تاع اللعابه ولا سبعه من نهضه بركان قالوا لهم ما عندنا ما نديروا بكم، انتم واش المدرب ما اقتنعش بهم واش كذا، مشاو للاتحاد الاسلامي الوجدي طلعوا معاه الدوزيام ديفيزيون. يعني هنا كاين واحد الخلل، واحد الخلل فين؟ هما اللي خصهم يجاوبونا عليه، ماشي حنا اللي خصنا نكتشفوه، هما خصهم يجاوبونا عليه. لان شحال من خطره كتقول لهم يقول لك لا التكوين والتكوين والتكوين وكذا، ولكن كيخلقوا ما ولا يعني كيخسروا واحد المبالغ ماليه بزاف على كيقولوا لا شي حوايج اللي ما كتعطيش نتيجه. شوف اللي قانوني قانوني، باش ما نبقاوش نقولوا ودي لا راه منعوه راه داروا كذا، اللي قانوني قانوني. لان الفريق اللعب قبل ما يوصل الفريق الاول، اللعب قبل ما يوصل الفريق الاول يعني تاع التكوين، راه الفرقه راه خص ديك الفرقه اللي تشري خصها تخلص له الفريق تاع التكوين. مثلا غادي تمشي نهضه بركان، غادي تمشي تجيب واحد اللاعب تختاروا من الهوات ولا من القسم الشرفي تديه تلعبه ديك الفرقه نتاع الهوات، راه ما تستافد بوالو. واش تستافد فلوس التكوين؟ ومين يجي غادي يدير لك الحساب هكا ويقول لك اودي فوالا ها فلوسك، شحال يرمي لك 10 المليون ولا خمس ولا عادله الى وصلاتك. هذا هو المشكل. علاش هنا بحال هذا التساؤل اللي قلت لي، هذا خص الجامعه هي اللي تعالجه، الجامعه وبالرئاسه ديالها باللجان ديالها هي اللي خص تعالج هذا المشكل. راه كاينين لعابه بزاف، انا نعرف واحد اللاعب كان يدير غارديان اليوم راه في فرنسا، مشى واحد لوقيته تيستاف في قنيطره تيستاف الحسنيه، هو واحد الدري قال لك قال لي هذا كانت عندي علاقه شخصيه معه، قال لي الرئيس نتاع الحسنيه قال لهم اودي سيروا جيبوا الاوراق ديالكم وروحوا، انا مستعد نعطي 10 المليون فيكم. وبركان كانت تلعب في الهوات، كي جاوا لهنايا كان الرئيس السي محمد بن الحبيب الله يرحمه والدري راه عاد حي، قال لي مين مشيت عنده قال له اودي فوالا السي بن الحبيب انا راه الفرقه راه كذا وكذا كذا، قال له ما عطاونيش فيك بزاف، ما 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 انت ما تجيبش ذاك المبلغ تجيب كثر، الى انا كنجيب كثر. انا مثلا درك بلي حبيب مات الله يرحمه هكا، وكاينين لعابه اللي اليوم توقع لهم هكا يجي تطلبوا فرقه اخرى يقول له لا ما نقدرش نطلقك ما عنديش كذا، انايا كمسير الى نشوف المدرب ما غاديش يعتمد على هذا اللاعب كيقول لك انا ما مقتنعش به، اخويا علاش ما نطلقوش الفرقه اخرى؟ اولا الفريق ديالي يستافد ماديا وذاك اللاعب يستافد. الا ما كنتش باغي نطلقو، الا كنت مقتنع به انه لعب وعنده الكره في رجله نطلقو بريتي، ما نقتلوش في دكه الاحتياط. وراه عندنا مثال ايوب الشرطي مقتول في دكه الاحتياط رغم انه لاعب مهاري، عندنا لاعبين شباب اللي يعني يقدروا انهم يلعبوا في اعلى مستوى ولكن مقتولين.
هذا هو المشكل، كيتقتلوا في الفريق بالنك ولا ما تكونفوكيش كاع، وكيخرج لك المدرب يقول لك اودي فوالا حنايا راه حنا وما انا لعبت انا كيلعب معايا 12 لاعب اللي راني ندرب بهم ومكونفوكي خمسه، مكونفوكي خمسه كيقولوا له شحال تلعبوا الا خمسه دخل. صافي هادشي اللي بغيت تسول. هو لا لا من هو ما كرهناش تزيد تهضرنا على انا لا انا قبيله كنت تقول لي قبيله قلت لك لا قبيله قلت لك كمواطن بركاني انا كنت اتوقع منك اكثر كمواطن بركاني هضر لي على المدينه ما الرياضه انني درك هنا هضرت على الرياضه صافي هضرت على الرياضه ساليناها الرياضه حنايا في الرياضه في المغرب خذ راه فوق الطعام راه غير خضره فوق الطعام يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك راه حنا نختموها بالسي محمد المواطن العادي اللي عايش فوق هذه المدينه. يعني اذا جينا نهضروا على تقييم السياسات العموميه للناس المسؤولين من مدينه بركان، اش ممكن تقول لنا كمتتبع الشان المحلي وكمواطن عايش في وسط هذه المدينه؟ يعني حنا شوف عايشين في الهامش تاع المدينه، ما عايشين في وسط هذه المدينه. يقول لك نيشان بركان تسير من سيء الى اسوء. انا بالنسبه لي كمواطن بركاني وكمتتبع وكنقول هضرك نقول لك كناشط اعلامي كان سي محمد وي الحبيب اذا جينا نهضروا قضيه تقييم السياسات العموميه ديال مدينه بركان كما قلت لك هي عايشين في الهامش عايشين في الهامش انا بالنسبه لي عايشين في الهامش كون غادي تمشي تشوف الاحياء كي ولات راه بحال راه حنا في سوريا راه كانوا يطلقوا شي مقطره شي ليكاك هكا يعني شي تصاور ديال كيم الرئيس ديال كوريا الشماليه قال لهم شكون قال لكم تضربوا بركان؟ قلت لكم تضربوا امريكا علاش تضربوا بركان؟ قال لا ودي لا راه هذوك الزناقي ديالهم محفرين هك دوريجين دخلنا عليك بالله انت هذا اللي كي هذا اللي غادي هذا المسير تاع الشان المحلي. يعني كاين واحد الحاجه اللي كيقول لك واحد دراسه الجدوى ولا دراسه تاع واحد المشروع غادي دير واحد الدراسه للمدى القريب والمدى البعيد. انا مثلا من غادي نخدم الواد الحار المدينه غادي نجيو نهضر درك يقولوا له المدينه عندنا خصنا الواد الحار خصنا الماء خصنا الضوء خصنا التليفون وهادو كاملين كيتحفروا في الارض. علاش نتايا ما غاديش تخلط مثلا غادي نفوت الواد الحار هنايا وغادي نزيد نكمل بالقدرون انايا ندير واحد الدراسه واش تخص هذا الحي واش تخصو واش ما عندوش البنيه التحتيه نتاع الماء ما كايناش نتاع الواد الحار تاع التليفون نخدمهم نقدم المشروع نخدمهم كل شيء ونريق المسائل ديالي باش غدا ما نوليش نحفر. حنا لا نخدم الواد الحار نعدل الطريق عاود عليك موراها خصنا التليفون نحفر التليفون نعدل الطريق موراها حق الضوء نحفر للضوء نعدل الطريق موراها وهي غاديه راه ولات بركان في واحد الحاله كارثيه داروا لها الخدمه نتاع درح غير درحوها اقول لك صدقا غير درحوها ما كان لا مراقبه لا والو احنا كنا نشوفوا الخدمه كي دايره دخلنا عليك بالله واش شي واحد النوعيه نتاع القادوس كانوا يديروها في الواد الحار هذا نتاع اعاده التاهيل. انا يعني من وجهه النظر راه ما تقدرش تحمل هذيك ما تفكرليش هذاك درك المدينه راه فيها 100000 ولا 200000 فكر غدا هذاك المدينه من غادي تزيد تتوسع وتولي فيها 500000 راه من غدا راه بحال غدا راه المدينه غادي توسع. هذا هو المشكل ديالنا حنا ما عندناش واحد السياسه نتاع سياسه المدينه اللي اننا غادي نشوفوا المدينه من كي تهضر معاهم يقول لك اودي لا راه حنا درنا واحد الدراسه درنا كذا وغادي نبرمجين وكذا ايوا انا لا تبرمج دير الاكر على الخنونه لا داعي خليهم هكاك مخننا احسن هذا الشيء اللي كانوا ودي اخويا ما كان والو ايوا نظر ضروري ما نشكركم ايوا نشكركم ونطلبوا من الله من هاد المسؤولين لا ماشي غير يفيقوا احنا نقلبهم على هاد المدينه ويديرونا في بالهم لان راه ما كاين والو راه كون غادي تدخل الاحياء هاد المقاول اللي جا دار لنا اعاده الهيكله تاع اللي دار لنا اعاده الهيكله راه دار الكودرون راه بالله داك الشيء اللي نشهدوا شط رب العالمين رقع ولكن راه رقع راه في البلاصه هودت غير طاحت عليها الشتاء هودت بحال اللي داروا لها بالسميد بحال داروا ذاك السميد حلحلوها ونفخوها بشويه الماء وحطوا غير طاح عليها الشتاء هودت ما داروش الكودران اش قلت لك ما كانش واحد المراقبه نورمالمون راه ما خصش يرد ذاك التراب ديالو يرد تفنه باش ما تهودش وهما حفروا ورد التراب ونقول لك واحد الحاجه ونزيدك بالاكثر الصليح ديال هاد المقاولين عاد باقي هنا في بركان الوسخ ديالهم عاد باقي في بركان ونديك وتشوف الاماكن ديالهم
تشوف الاماكن فين كاين، حفر وخلى التراب ديالو تما، رغم انه في الكونترا ديالو خصو يفد الزبل ديالو من تما، حفر وخلى الطريق عاد محفوره، الطريق من المقبره المحمديه نص الطريق من المقبره المحمديه حتى الحي الفتح، حتى فين تكمل الكودرون تاع حي الفتح، حفر وخلى هك وراء المقبره، بل وراء المقبره، هذه المقبره المحمديه فين كيدفنوا اموات المسلمين، اللي عندها واحد الجمعيه كدافع عليها، خلاوها مزبله، ولات مزباله، ولات مزباله، بكل ما في الكلمه من معنى، زبلوها ومشاو، والمسؤولين ديالنا في دار غفلون، من تقول له يقول لك لا حنا راه حنا كتبنا التقرير وصيفطناه، الى متى؟ حتى الفوقاش هذا التقرير غادي يوصل، هذه هي هذه هي الكارثه، الكارثه انك كتخدم حي باش تبرونشيه مع الواد الحار. ولكن ما كان لا برونشمو لا والو، القادوس ها هو كنت ما مبرونشيش بدعوه، واش تا غادي نفوق راه فوتنا القادوس بلانات نتاع عباد الله، دخلنا عليك بالله، هل يعقل؟ هل يعقل؟ هذيك هذا واحد المقيته قلتها للباشا، قلت له سعاده الباشا كنا في واحد بصفتي مستشار في جمعيه سكنيه، قال لك لا هذوك بلانات نتاع عباد الله، قلت له هل يعقل سعاده الباشا البلان الوادي تبنى؟ قال لك ما فهمتش، قلت له قانونيا الوادي واش كيتبنى؟ قال لك لا، عنده واحد المساحه قانونيه، واحد المسافه قانونيه اللي خصها تبعد على الواد باش تبني. قلت له ياك كاين مسافه قانونيه، قال لي نيشان كاين مسافه قانونيه. قلت له ولكن هادو راه بانيين في الواد سعاده الباشا، هادو راه دايرين هذاك راه باني في الواد، ماشي باني شاري بلان في الواد ومفوتينو في بركان، مفوتينو مقاليزين له في الجماعه ديالنا تاع بركان، يعني كاين شي حاجه. لا غير مؤخرا من سنه اللي هنا راه غير راه عاد في المشكل اصاحبي، الرامي ثلاثه جزء من الرامي ثلاثه، وحي واحد شي مبرونشي الواد الحار اللي استفد بالواد الحار، واش راه غادي يدير في المطمره؟ راه غادي يطمر، راه حنا في 2017 بنادم غادي يطمر الزبل ديالو في الارض، راه خصنا نكونوا واقعيين، المسؤولين خصهم نضربهم الفيق، خصو يفيق، وري لي حنت يديك، نوض هبا دبر لي الحل، واش السيد الواد باني شاري الواد وانت تقول لي لا ما نقدرش نقلع له الواد، راه عندك داك الشيء قانوني، القانوني قانوني، واللي ماشي قانوني ماشي قانوني. وللان الناس مخلصه، الناس مخلصه، كيخلصوا التريتا للمكتب الوطني للصالح للشر، وما مستافدينش بالواد الحار، هو راه مشاري مخلص، عاطي فلوسه، عاطي فلوسه للمكتب الوطني للصالح للشر وما مستافدش. علاش مين تمشي للبلديه يقول لك لا عندي مشكل حقه هذا شاري في الواد وراه ما عنديش، كفوتنا في الواد فوتنا له في البلان وراه معرض له، وبالاول ما تقاليزيلوش راه واد هذاك، راه الواد يولي الطريق وغدا طيح شويه الشتا غادي هذاك نوليو في مشكله، حنا راه داك الا غير هذاك الشتا غير السما غضبت غير السما قاسها شويه الغلط ودمعت بركان يغرق وفي نحار هذاك يبني لك في الواد، راه كارثه كارثه خويا البكاك، اقولها صراحه. المسؤولين على اقليم بركان في دار غفلون خلاونا حفره محلوقيتا، واحد قال لنا هذه الحفره ديال بركان ما يعني ما رضينا ما رضيتش، قلت له ودي واش راك تقول وكذا، بقى خاطرنا عليه، بقى خاطرنا على ديك الهضره نتاع الحفرات بركان وكذا، ولكن فعلا اغي حفره راه شوف الطرقوان كيولاو، شوف العشوائيه راك غير غادي بركان راه غير هنا غير هنا وصافي، ما كانش شي حاجه اللي غادي لا اله الا الله وصافي. اللي بغيت انا بغيت انت صافي صافي، انا بغيت نزيد معك حتى الغدا راني معاك ما عنديش مشكله، لا ماشي خصهم يفيقوا، خصو يتحرك، ما يفيق راه يفيق ويقول لك راني درت طلب وصيفطوا للرباط، راني قدمت درت مشروع، راني درت كيقولوا له واش تلقى مدينه قدها قداش، مدينه فلاحيه من اغنى المدن من اعلى المداخل في المدن، كانت الكلاسه الثالثه ولا الرابعه في المغرب في المداخل، بركان كانت الكلاسه الثانيه ولا المهم. لا البلاغات 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 هذيك ما نهضروش عليها، البلاغات راه خير الرب، لا ماشي غير مساهم، انا نقول الواقع، انا كاع نقول لك واحد الحاجه وصدقا اقسم لك بالله، انا كاع الموقع ولا الجريده اللي كتلقى البيان ديالها من العماله ما نعتبروش موقع، انا هذه قناعه عندي، وكنت نختلف مع الاخوان وكنت نختلف مع الرفاق ديالي في المجال تاع الاعلام، نقول لهم انايا العامل الا بغى يدير شي حاجه الا كان الا باغي يخدم راه ما يستناش عاد حتى غادي الناس تبقى تشكرو ولا غادي عاد الناس تبقى تشوف واش تدار، الخدمه راه تبان، الخدمه تبان، بصح باش انايا العامل فين ما خرج نمشي نتبعو انا بلا باراي ونصور فيه نصورو وكذا ونوض هذاك كيقولوا له باش نجمل له الوجه ندير العكر على الخنونه راه ما لا داعي، راه حتى المواقع اللي قلت لك الموقع اللي كيتلقى البيان
تقد قام السيد فلان بن فلان بقى وصيفط لك التصاور، غير نقول له غير روح بدل كاع ما سمعت كاع ما تبقاش تقول له راني اعلامي، قول راني بيدق، قول راني مخبر، قول راني عامل، قول راني انا يعني. واعتذر، اعتذر لبعض النزهاء في المواقع الالكترونيه في الاقليم، ولكن الاخرين انا اللي كيديروا هالخدمه ما نقولها صراحه غير كيطفلوا على مجال الاعلام سواء الالكتروني سواء الورقي. انا ما لانني انايا كاعلام، علاش انا ما بغيتش ندير، نرجع لواحد الحاجه، علاش انا ما بغيتش ندير الاخباري شامل باش ما نوقعش في هذا المشكل. رياضي وراني دايرو رياضي بور لو بليزير، ما رانيش دايرو باش انني نسترزق الله ولا باش انني نخلق التمييز ولا باش انني، انا درته بور لو بليزير. دخلت له عن يعني دخلت للمجال تاع الاعلام، دخلت له يعني هكا صدفه وراني غادي باش غادي. انا كنت ندور في الدراري نقول لهم اودي انايا ما من شتك ما من شبهتك، انا شتك مع العمل راك ديال العماله، راك بهذا المصطلح اللي كيتداول اليوم راك مخزاني. انايا هذاك كيقولوا له المواقع الاخباريه خصها تنوض، ماشي دير لي دير لي مقال واحد النهار تنتقد فيه وغدا تنزل لي المقال تاع العماله، من تنوض نوض نوض وقف وزكي وقول اودي فوالا حط يدك على الخلل، قول هالخلل فين؟ هذا هو المشكل ديالنا. حنا المشكله ديالنا راه لا بليبار هذاك كيجي له المقال مكتوب مريقل من طرف هذاك من 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 المصالح ديال العماله به بالتصاور، كيترسل له على الايميل ديالو وينونسيه وروح رجع، روح رجع الا ما تلقيتش العام. ماشي تنظيف الاقلام، تنظيف الافكار وتنظيف الاراء باش غادي دير كيقولوا له الدراجيات وتبقى تقول له ودي انا راني انا راني صحفي ودير الدراجيات هكا تشوف غير واحد النظره راه ما راه. نضرب لك واحد المثال، بكري كانوا يدرسوا بالزوايل ويديروا يديروا يديروا زايله ولا زوج، يدرقوا يبلعوا لهم العينين ذاك الزايله صحاب له راه ضرب واحد المسافه، سمعت ضرب واحد المسافه راه ضرب واحد 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر وهو غير في بلاصتو يدور. حنا وقعنا هك درقنا العينين كنشوفوا غير واحد النظره من هذا المواشتة، الله اعلم ما غاديش نقول لك اودي انا، ولكن واش لونفلوب دارها ولا دارتها حاجه اخرى ولا عندهم نظره واحده. نزل نزل للساحه، راه بركان ما فيهش غير شارع محمد الخامس وشارع بن سينا، راه بركان فيه. راني كنت كتبت واحد اللقيته في واحد التدوينه، كنت مره ندون بالدارجه، بركان راه فيه، راه فيه معلو، فيه واخا تا هذيك خارج بركان داخل لسيدي سليمان، هذيك تاني تابعه لسيدي سليمان وتابعه لجماعه تكزيل، كاين تزاغي معلو، دوار القذافي، دوار الهبيل بثلاثه، الرامي واحد زوج ثلاثه، الفات كوارث. انا من هنا من هذا المنبر نوجه واحد النداء لهاد المسؤولين والسيد العامل، رغم ان المسؤولين ديالنا اللي شادين الشان المحلي المنتخبين ديالنا راهم شايفين الواقع ولكن كيتغاضوا. انا كنوجه نداء للسيد العامل، ما تبقاش غير في البيرو ديالك ومكيف ومتبع التصاور وكذا، رواحه ساعه العامل يلا تشوف، شوف الواقع كي راه داير، شوف الطرقوان كي دايرين. زعما راك مهندس دوله، راك مهندس دوله وخرج خريج مدرسه القناطير الطرق والقناطير، راك يعني خير، هو شوف الشغل كي دايره، راه كارثه، راه غير مرقع غير مدرحه، المصطلح ديالنا غير مدرحه، راه الكارثه، راه حنا عايشين في كارثه. واش مدينه كما قلت لك قبيله ما كملتلكش، مدينه قدها قداش ومن حيث المداخل كتكلاص الزوجه ولا الثالثه وما عندهاش ما عندهاش محطه طرقيه. محطه طرقيه عندنا هنايا لو كان غادي تحشم تقول راه عندي محطه طرقيه. العيون تاع العيون الشرقيه زراده تاوريرت قرسيف، من تمشي تغير والله لا تغير. خليني بوجده، خليني بوجده، نهضر لك انا على وجده، راه عاصمه وفاتتنا وجده بعد على الاقل، بعد على الاقل وخا طيلا عندها محطه طرقيه، وجده عندها محطه طرقيه. لا نهضر لك انا على المحطه، كي تمشي المحطه الطرقيه الكار كيمشي المحطه الطرقيه ما كيريدش في الطريق، يركب هنا في الطريق يبلع الطريق، تمشي المحطه الطرقيه، عندها محطه طرقيه نتاع الكيران وحده، وبناء والبنيه التحتيه ديالها وجده تغير، والله لا تغير. واش زعما حنا وجده عندها مسؤولين حنا ما عندنا نقش بختها؟
هذا هو السؤال اللي كنطرحوه والله العظيم. تغيير المستشفى من تمشي هنا تمشي للسبيطار كارثه، المدارس كارثه، كاينين المدارس مبنيه زينه وكذا، ولكن واش كيوقع في المحيط؟ راه كوارث. هذا هو هذه هي المشكله. الى جيت تهضر الواقع، الواقع راه ماشي خصك كارت ميموار باش تعمرها، راه خصك كارطات ميموار. تعيه تعيه، القلب القلب مقيح والله. الا خصك السيرفور تاع الفيسبوك، روح انا نقول لك صدقا، روح هذاك عند واحد، روح عند واحد كيقول له في الطحطاحه اللي ساكنين تما، قول له هضر لي على الواقع تاع بركان، غادي يحكي لك، غادي يجيب لك واحد الرؤيه مغايره. كل واحد عنده، كل واحد قلبه معمر من واحد الناحيه، راه ما كان والو، راه غادي غير لا تسير الله هاد بركان، والله الا غادي غير لا تسير الله. يقول لك راه حنا ورحنا 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 ورحنا، راه ما كان والو. نظره سوداويه هذه، ماشي غادي ماشي هاد النظره ماشي غنتحملها غير انايا، غادي نكون غادي تمشي عند واحد النسبه كبيره، غادي يقول لك اودي راه حنا غير غاديين على الله، كان والو في بركان. لا شكرا على واجب لا شوف شوف الصراحه راه ماشي الصراحه راه خص كل واحد يتحدث بها، خص اي واحد. وحنا كاعلام، حنا كاعلام نورمالمون خصنا تكون عندنا صراحه. راني قلت لك حنا كاعلام اللي كنمثلوا اللي كنوجهوا الراي العام. انا واحد المره قلتها لهم، قلت لهم اودي حنايا حنا في بركان رحنا عاد باقيين كيقولوا لنا نضربوا بشي حوايج اللي ماشي مستحيله سهله. قلت لهم حنايا راه هذا الاعلام والاعلام البديل راه سقط الدول قدها قداش، سقط الدول قدها قداش، وحنا الاعلام ديالنا عاد باقي كيقولوا لهم تبع لي سعاده العامين واش راه يدير. شكرا. الله يحفظك. الله ينورك. نشكركم اسيدي على الاستضافه.